والله يا شاب عجوها بعدالي اللي حاضر معايا نهار اليوم صوم اليوم وما تنساليش عبد الصمد بنت عائشة وخويا عبد اللايري اللي حاضر معايا نهار اليوم واي عبد الرزاق كلابيس ستوديو بابيش طوع السنتي من الكبار خويا هيا روح بابيش روح فيها والله يا إكرام عرب وش ده عشقت وحدة والعشق جنوي لكن دير مع هذا الشي اللي كتبه شيل لك التبا واخويا وما نقدرش نفرق